مدينة المهدية مدينة ساحلية تبع بلاد ميكو مثل العاصمة تونس، وبخلاف السياحة والصيد البحري المهدية عندها خاصية تمتاز بها على بقية المدن التونسية. قبل النقاش وترى البحر تحت الدرجة النارية فهمت الله، أول حاجة مشهورة معنا في الفيسبا هي المرتبة الأولى فهمت الله من ناحية السكوترات، ثاني فهمت الله من ناحية الطرقات ماهيش هيك الكل، معنا الفيسبا أصح وأسرع وزيكونومية بتاع ليسونس. مش سنسنا بها فهمت الله من قبل سنسنا بها، معناها من اللي تخلقت هي اللي هنا هي سكوتر، أول سكوتر اللي هبطوا هنا في المدينة هي سلعة تانية سكوتر، ويحبوهم ياسر ومطلوبين وصحاح المشي ومصحاح تركب عليها حتى زوج وعم ترى أظل الفيسبا موجودة بكثرة في المدينة لخاطر عنا برشا عايشين في إيطاليا، واللي في إيطاليا بطبيعة الحال أول حاجة في بالك الفيسبا. وجود الفيسبا بكثرة في المهدية منتج عليه ظهور مشاريع أخرى ساهمت في نشاط الاقتصادية في البلاد. مع الطالي تتفاصل هم يجيبوا سكوترات مغادك، أول حاجة هم يساعدهم باش يجيبوا سكوتير، أول مهاجر فهمت في إيطاليا كي مش يجي لتونس فهمت بالفاكونس يجي بقى سكوتير معاه فهمت لا يشتريها مغادك كما يقولوا 300 أورو ولا 400 أورو يجي هنا يبيعها بمليون فهمت لا معناها يركب حتى الفواياج نتاع البطو نتاع البيي نتاع هما برشا ناس ولا في كل بلاصة سكليست ولا يخدموا ولا لبس عليهم، وثم اللي عنده حتى زوج صناع وثم عندهم فهمت يجيبوا بيس للتشي جديد يجيبوا البنوات جديد يجيبوا معناها من ناحية السكوتير هذيك علاش الأغلبية خذاها على خاطر البيس للتشي موجودة فهمت يجيبوا فيهم إيطاليا فهمت البيس للتشي البنوات السيجمونات معناها البيس مطلوبة هنا موجودة ماهمش مفقودين. بالرغم الاخرين مفقودين اللي نتيحلوا سكوتير من الاخرين نتاع فرنسا ولا نتاع بلجيكا ولا فهمت ولا بس ياسر. مشينا للزهرة ورشة حبيب الشناوي، حبيب هو واحد من الميكانيكيين المعروفين في ولاية المهدية ومختص في هذا النوع بالذات من الدراجات النارية. بالنسبة للمهدوية يحبوا الفيسبا بما أن هي نشأت، بما أن هي سائحة برشة بالنسبة للبياج وهذا جميع أنواع الفيسبا ومتابعها ناجحين هما صحاح ككاروسوري وكميكانيك كلها سائحة باهية، وعطمت مع الجهة هذه ومشيت معاهم على حبها ولات في التراث ولات مولود معاها مصر. أنا عندي شوف من السبعينات موجودة الفيسبا بالمدينة بحكم هي عمالنا بالخارج مربوطين ديما بإيطاليا وإيطاليا هي اللي تصنع الفيسبا. معينة موجودة وقطايع متاع موديلات مش موجودة؟ والله ديما هي طول بالنسبة للقطايع موجودة، وبالنسبة للي يقدم برشا تلقاها بشي تبقى بشوي بشوي ماشي بشوي بشوي تصوم القطايع حكم طولت لها بسكوترات حاجة جديدة ديما الموديل الجديد اللي مشي تبقى بشي طايح القديم. فما حويجات ناقصين مش حكاية كبيرة، أنا لباس طلقة حتى كي تتعطل شوية وبعد طلقة لباس. ويبقى سؤال كيفاش الفيسبا باش تنجم تفرض روحها في خضم التطور متاع وسائل النقل، والفكرة مهدية في استغلال الخصوصية هذه لدعم السياحة في الجهة.